يطلق على فولغ اسم عاصمة الدانتيل، وقد اشتهرت هذه المنطقة تاريخياً بصناعة النسيج أو الدانتيل الذي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين 16 والسابع عشر. في الكرملين المحلي يوجد متحف الدانتيل الذي يعد أكبر معرض للدانتيل في روسيا، وهو يقدم أكثر من 500 عينة ويروي قصة تأسيس هذه الحرفة الفنية التقليدية وتطورها في منطقة فولغدا، بل إن الدانتيل نفسه يسرد تاريخ المنطقة. في ثلاثينيات القرن العشرين عكست المطرزات الواقع السوفيتي على تطريزاتهن، وقد وصل عدد المطرزات حينها إلى 40,000. حتى في زمن الحرب الوطنية العظمى استمرت هذه الصناعة، حيث وصلت نساء العمل في التطريز النشط لتصدير الدانتيل إلى دول الحلفاء، فقد كانت دانتيل عملة الدفع مقابل المساعدات التي أمدون بها. اشتهر دانتيل فولغدا بالجمال والجودة العالية، حتى إنه حصل مرات عديدة على جوائز كبرى في معارض باريس وبروكسل للدانتيل. أنا منخرطة تماماً في أحياء التقاليد الشعبية، وما زلت أصنع أثمن القطع المطرزة التي يشتهر بها الشمال الروسي. هدفنا ليس البيع فقط، بل هو رواية تاريخ تقاليدنا أيضاً. في السابق كان في فولغدا مدرسة مهنية لتعليم تطريز الدانتيل، واتحاد مطرزات الدانتيل، ومصانع وورش صغيرة. أما الآن فلم يبقى سوى مدرسة صغيرة يدرس فيها حالياً 30 طالباً. حرفة التطريز التي تشتهر بها فولغدا لم تعد مطلوبة كالسابق، خاصة في عصر النسيج الآلي، لكن الطلب على الدانتيل المحلي لا يزال قائما لدى مصممي أزياء أوروبيين يعتنون بإغناء مجموعات ألبستهم الثمينة. يرى حسن، فولغدا، الميادين.